بقى كده يا فارس بجيب لها دكتور عشان تعالجها وتعرف تتجوزها. اتفضلي الشاح. امسك. انت بتبص فيهم كده ليه؟ هي ناقصة؟ لا ناقصة ولا زايدة. طب سيبك من ده. هو دكتور أمجد لسه قاعد لحد دلوقتي مع حتمة دي؟ الله يكون في عونه. ده قاعد معاها بقاله 4 ساعات وطلبت غدا 5 مرات. يا ساتر يا رب. وهي بطنها تتحمل كل ده؟ لا ما هي بترجع الأكل وتاخد ثمنه كاش. الله أكبر. عايز أسألك على حاجة. اتفضلي. هي ممكن تتعالج بجد وفارس يتجوزها؟ والله ممكن. بس أقول لك على حاجة. إيه؟ أنت العيب منك برضه. انت لو تلبسي كده المستر فارس ها وتشيكي له كده ويقول لك صباح الخير يا فريده تقول له صباح النور يا سي فارس. لكن انت في يوم كده هي اللي عامله معاكي كده. اقول لك على حاجه حلوه. قول. ابعتي له بوسه على الواتس وامسحيها على طول قول له معلش ما كانش قصدي انا كان قصدي سعيد البلمن. اتلم يلا. كده كده غزي بيا غزي بيا عشان يتغاظ كده. امشي اطلع بره. خلاص خليك انت كده بقى في السيلفي اندبندنت وومن وتقعدي تكتبي بوستات على الفيسبوك واللي تيجي تلطف وتعطف تخطفه بعد اذنك. أنا مش فاهم بس 5 ساعات بحالهم مع الدكتور ليه؟ عايزك تهدى خالص. أنا متفق معاه على جلسة واحدة يعالجها النهاردة وتتجوزه بكرة. خلينا نخلص بقى. جلسة واحدة مع حاتمة دي عايزة 5 سنين يا أخي. احنا بخير بقى. لا فهمني اوعى تكون عايز تهرب زي الجوازة اللي فاتت. أهو دكتور وصل. جود أفترنون مستر. جود أفترنون مستر. أهلا يا مساتر. يا ساتر. طمنا يا دكتور حاتمة عملت فيك ايه؟ قصدي يعني انت عملت معاها ايه؟ ياه حاتمة دي شخصية مرهمية قوي. مرهمية؟ جدا مزيلة لأي تكلف. قصدي مزيلة لأي تكاليف يعني. لطيفة خالص. مرهمية وجميلة خالص. ايوه مستر فارس معلش انا اسف بس حضرتك محتاج يعني تحل كيسك شوية. على فكرة الكفن ملوش جيوب. انا برضو اللي حل الكيس ده. انا كاتب على نفسي وصل امانه عشان اجيب لها الشبكه. عادي جدا يا فندم. عادي ما دي وليه. هتيجي على حق الوليه؟ مش معقول يا فندم. وبعدين انا مش شايف المهر اللي انت دافعه ده اكسبنسيف خالص على فكره. ده عادي ده اقل من العادي. والله العظيم انت دكتور بتفهم. دكتور بتفهم دكتور وبتفهم مع بعض. سبحان الله. يعني كده حاتمه تمام خفت وهتتجوز من بكره صح يا فندم؟ وبشكل حاتم حاتمه ما كانتش مريضه اصلا. بس للاسف مش هتقدر تتجوز مستر فارس دلوقتي قبل ما نعمل له عمليه بتر. بتر؟ لا ما تخافش. بتر اللي شويه البخل اللي طالعين عندك. على فكره في شويه بخل تحت الباط. يا سلام. طبعا هي اللي فهمتك كده. الحق ده عنده مشكله في الثبات الانفعالي. اعمل كده. اعمل بقول لك ايه. بقول لك ايه يا دكتور انت انا مش فاهمك. انا حاسس انك مش دكتور اصلا وانت كمان مش محامي. مالكش دعوه بالثبات الانفعالي بتاعي. الحق ارجع ورا. ابعد عنه. ابعد. ده عنده مشكله عقده اضطهاد. عنده بارانويد. بقول لك ايه ظبطوا لنا في جلسه واحده. جلسه واحده بس. انت بتقول له ايه؟ لا 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 مفيش حاجه. انا بقول له عايزين نتعشى. انا عازم على عشاء مع المحبوب. اوه حضرتك قلت عشاء؟ ايه اللفظ اللطيف ده؟ انت جريت ريقي قوي. معلش بس عندي سؤال كده. اتفضل. هو العشاء هنا بكام؟ انت مال حضرتك؟ احنا اللي عازمينك يا فندم. عازمينك يا دكتور. ما تقلقش ما تقلقش. يا فندم ما انا عارف ان انت عازمني. ده طبيعي ده الشور ده العادي. بس جلستي مع حاتمه غيرت جوايا حاجات كتيره قوي. خليتني اشوف الدنيا من منظور تاني. مستر فارس انا عايز حقي ناشف. ناشف؟ بركاتك يا حاتمه. وما تنساش فلوس الديزرت. ايه ده بقى؟ عايزين نخلص جوازه وتخلص. انت متاكده ان كل الشنط دي بتاعتك؟ امال ايه يعني سالفاهم من الاوضه اللي جنبي؟ بس انت كنت جايه بشنطه واحده وتقريبا كانت فاضيه. احسد بقى شنطي. احسدها. اوعى تكوني بتحطي الاكل بتاع البوفيه في الشنط ديت. هو انتوا عندكوا اكل في البوفيه؟ هو انتوا اصلا عندكوا بوفيه؟ حاتمة 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 ما لا ايه انت ماشيه؟ ماشيه ومش هرجع قبل ما تعالج فارس من البخل اللي هو فيه. عندك حق عندك حق. انا لازم اعالجه. اوعدك اوعدك يا ميس حاتمة ان انا لازم اعالجه. ما هو انا لازم اعمل حاجه صح في حياتي. برافو عليك. حاتمه انا عايز اشكرك لانك خليتيني اشوف الدنيا من منظور جديد منظور اضيق. احرص احقر
لا شكرا على وجهك. ايه؟ ايه؟ العفو. شكرا. طب شكرا مفيش مقابل؟ مش علمتك حاجة؟ أستاذة والله كنت متوقع منك الحركة دي. أحلى تفاحة ضربتها من البوفيه عشان تصاحبك في الرحلة. حتمة حتمة حتمة. على فكرة الكنز في الرحلة. ايه ده؟ ليمون. بس انا ما طلبتش ليمون. وانا استناك اما تطلب. بس انا ما بحبش الليمون. وانا استناك اما تحبه. حبه، انا عارف مصلحتك. بص اشرب شاي بالليمون. طب يا سيدي شكرا. عايز ايه تاني؟ عايز اترقى. ايه ده، انا بقالي سنتين شغال في الاوتيل ده، عمال من مطعم ده للمطعم ده، هو مفيش جرسون غيري ولا ايه؟ طيب حاضر، هبقى اشوف الموضوع ده. في ايه يا ابني؟ مستنيك اما تشوف الموضوع ده. غور من وشي، غور من وشي. العظيم ايه ده؟ اوعى تكوني اتعشيت. اتعشيت. اتعشى فين انا؟ ما انت لسه متغدى يا استاذ غلاب من شويه. صحيح صحيح. جايب لك فكره بمليون جنيه. اوعى تكون العروسه البخيله الجلده دي رجعت تاني. لا لا لا، عروسه تانيه قدام عينينا واحنا مش واخدين بالنا. مين؟ فريده. ريسبشنست؟ دايبه في دباديبك. ويا ناس انا دبت في دباديبه. يا عم انت رايق، بس دي مش شبهي خالص. شبهك؟ يا سبحان الله، ده طلعت شبهك، عينها خضرا وشعرها قصير. ايوه انت مش فاهم، اصل مش دي اللي ممكن اقضي معاها بقيت عمري. يا سيدي اتجوزها دلوقتي ويبقى طلقها بعد السنه المهله اللي شريتها جدك. طلعها كمان سنة؟ فريدة، أنت عارفة إن أنا أخدت شاعر الغردقة 3 سنين متتالية قصائد طويلة؟ الله، طب قولي أدهم. الشاعر بيقول: قلبي ليكي سويت فول بورد، ولو قلتي آه يبقى صبرت ونلت، فطارك بوفيه حنية، غداكي حب بالمهلبية، عشاكي طبق شركسية. بس أنا بحبها قوي. وآه لو توافقي تبقي ليا. ها تحبي بقى تعملي تشيك ان؟ نعم. لا ده رساء في اخر الشعر. شعر حلو ولا لا ولا ايه؟ بص يا ادهم، هو بما انها اول مره ليك يعني فانا هعديها لك، بس حسك عينك تقول شعر تاني في حياتك. نصيحه يعني بيني وبينك كاخت. اخت؟ ماشي حاضر. ها ادهم، بعد كده لو سمحت ما تبعتيش مع حد اشيل له شنط غير لما تتاكد انه هيدفع تيبس. لا حاضر عينيا يا فندم حاضر. تحب كمان اقضيها تعهد؟ انت ايه بتقول اي كلام؟ ايه يا جماعه، في ايه يا جماعه؟ ده انا لو شايل شنط في محطه مصر مش هيحصل فيا كده. بطل دلع وتعالى معايا نشيك على الشنط اللي في المخزن. يلا. على فكره مستر فارس كان بيسال عليكي. علي انا؟ ايوه قلت له في الريسبشن، قال لي جاي لها دلوقتي. طيب انا هدخل اشيك على الايميلات اللي جوه. انت مش كنت رايحه تشيكي على الشنط؟ انت مالك انت يا اخي؟ نسيت. قول لي بيكلمك مال انا. الله، شفت عملت ايه لما قلت لها مستر فارس بيسال عليكي؟ ممكن تسكت خالص عشان انت بتقول لها مستر فارس كل شويه وهي تقعد تتجنن وتعمل ايه؟ داخله شيك بتاع مبسوط حضرتك؟ على فكره في بنات غيرها كتير في الفندق. وعلى فكره انا قلت لها الشعر اللي انت كتبته لي. ايه رايك؟ ظبطتك. ده انت ظبطتني تظبيط. ظبطت انا كمان. عينيا. بص يا سعيد، 3 ثواني لو لقيتك قصادي يا رب يا رب خليها تحبني. حلوه وزي القمر اهو. مال ماله ما بيفكرش فيا ليه؟ فريده. ايوه. انا جيت في وقت مناسب يعني. طب بصي انا عايزك تقعدي عشان عايزك في موضوع لوحدنا. حاضر. ايه بقينا لوحدنا اهو. فريده انا انت ايه؟ انا كنت عايز اسالك، هو فعلا الاوتيل مديون؟ ها؟ البنك فض شراكته معانا بقاله كام شهر اصلا، واحنا من ساعتها بنسدد في حصته. يبقى كده بقى لازم اتجوز قبل شهرين فعلا. طبعا. بس ازاي هلاقي عروسه بالسرعه دي؟
يعني لو انت هوافق فورا حتى لو كنت لسه ما تعرفنيش كويس. عرفتك والله، قصدي يعني العروسة هي اللي هتكون عرفتك. طب حتى لو عرفت ان انا عايز اتجوزها عشان فلوس جدي؟ لو بتحبك بجد عمرها ما هتبص لي الاسباب دي. طب لو انت مثلا مثلا تتجوزيني؟ انا بقول مثلا يعني هوافق والله العظيم هوافق على طول، بس في مشكلة يعني. انا انت ايه؟ احلف ان انت مش هتطلع السر ده بره خالص. وحياة سيد المرسي ابو العباس ما هقول لحد. انت مش هتعرف تتجوزني قبل 3 شهور. 3 شهور؟ ليه؟ انا في العدة. عدة؟ تصوتك وانا مش لسه بقول لك بيني وبينك، محدش يعرف غير انا وانت. محدش يعرف ان انت متطلقة؟ ولا حتى متجوزة. ازاي يعني؟ هقول لك. انا جيت هنا من حوالي 6 شهور وكتبت عليهم وقلت لهم ان انا مش متجوزة. جدك اللي حطت الشرط ده اصلا في الوظيفة وقال اللي تيجي لازم تبقى انسة. وجدي ازاي يحط شرط زي ده؟ والله شوف بقى، هو جدك ولا جدي؟ طب اتطلقتي امتى؟ وليه؟ من حوالي اسبوع كده، لما جوزي عرف ان انا بنزل الشغل بقالي 6 شهور من وراه. حتى دي كدبتي فيها؟ ما هو سايبني لوحدي على طول في البيت، عايش في سنغافورة وبيشتغل هناك. يعني مفيش حد في الاوتيل يعرف انك متجوزة؟ لا محدش، وانت قلت ان انت مش هتقول لحد ومش هتطلع السر ده بره، صح؟ ايوه. يا رب العروسة الوحيدة اللي سهل ان انا اتجوزها تطلع في العدة. بتقول حاجة؟ لا، كنت بكلم جدي. الله يرحمه. الله يرحمه.